إلى خبر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واللي أصدرت قرار بعدم السماح للناخبين بإدخال هواتفهم النقالة يوم التصويت. أيضا خبر آخر عن المفوضية تحدث عن اختفاء موظف في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الموظف اختفى ومعه الكمبيوتر الخاص والهارد ديسك اللي يحتوي على المعلومات اللي تحتاجها المفوضية، وعائلته تقول أنه مفقود، وانتشرت هذه الصورة عن الخطاب الرسمي للمفوضية.